حضراتكم مشاهدينا مرة تانية ونستكمل أخبارنا. ففريق الأهلي والاتحاد السكندري اتأهلوا لنصف نهائي دوري مرتبط كرة السلة رجال بعد ما تخطى الأهلي فريق الزمالك، في حين تخطى فريق الاتحاد السكندري منافسه فريق الجزيرة في لقاءين من أصعب اللقاءات في دور الثمانية للبطولة. الزمالك فاز النهاردة في مباراة العودة على الأهلي بنتيجة 62-59، لكن الأهلي كان فاز في ماتش الذهاب بنتيجة 91-68، وكمان نتائج مواجهات المرتبط كانت لصالح فريق الأهلي واللي فاز في اللقاءين. خلونا نروح لهذا التقرير من لقاء الأهلي والزمالك ونعود مرة تانية. والله احنا عندنا الدوري زي ما انت شايف كده مفيش ماتش سهل يعني. طبعا ماتش سبورتنج عاملين له 1000 حساب، وان شاء الله ان شاء الله يعني بندور على ماتيريال بحيث ان احنا نتفرج عليهم كويس باذن الله يعني. يعني مش متعودين يعني ما بنلعبش على حاجه خالص على خساره او نجرب أو، بس هو طبعا احنا عندنا فرصه ان احنا وصلنا بعد ماتش المرتبط. انا طبعا كنت عامل حسابي ان انا ادفع بولدين صغيرين زياده، انما للاسف انا حصل عندي 4 اصابات يعني، امبارح 3 اصابات والنهارده في حاله يعني اشتباه في كورونا، فبالتالي 4 والاربعه في مكان واحد اللي هم الونجات يعني، فزودنا بعض الصغيرين ب4 كان لازم يشتركوا كتير. طبعا ماتش رهبه ماتش اهلي زمالك كده، فطبعا اثرت شويه، انما ده ما يمنعش ان يعني تجربه كويسه و اكيد احنا استفدنا منها يعني. الماتش الاولاني طبعا كنا مركزين قوي، عندنا النهارده غيابات كتير قوي يعني، في تقريبا 4 لعيبه غيابات، 3 صغيرين في الجول سكور. عملنا ماتش كويس امبارح، اول امبارح عملنا ماتش كويس قوي وكنا مركزين، والنهارده في يعني تعب على غيابات بس، فالحمد لله صعدنا يعني. بس سبورتنج اللي جاي بقى شايفه ماتش صعب، سيمي فاينل كده كده ماتش صعب، ربنا سهل بقى يعني، مفيش حاجه اسمها نخسر ماتش ونكسب ماتش، لا لازم ماتش الماتشات اللي جايه خلاص كلها ماتشين ماتشين يعني ان شاء الله. Well, obviously, هو بيقول ان الجيم الاولاني احنا لعبنا مش كل فترات الجيم لعبناها كويس، خصوصا اول كوارترين، فهو كان طالب مننا الجيم ده ان احنا نفضل سوليد او يعني متماسكين لأكتر وقت ممكن في المباراة. At a better level. And also I want to say that I'm very happy. هو لسه بدري يعني عشان نقدر نقيم أو نقول حاجة على السيزون ده. هو خصوصا هو بقى له مع الفرقة بس 3 أسابيع. فلسه بدري، هو بيبارك لجمهور الزمالك على الماتش ده، وعارف ان هو ملوش قيمه قوي بس هو بيبارك يعني على الماتش ده ايا كان يعني للجمهور. ده اكيد كان من اللقاءات القويه. كمان الاتحاد السكندري تخطى فريق الجزيره بعد الفوز مباراه النهارده بنتيجه 63-42، وكان خسر المباراه الاولى بنتيجه 59-69، ونتائج المرتبط كانت في صالح الاتحاد السكندري عشان يكون بيتاهل الاهلي والاتحاد السكندري للدور قبل النهائي. واللقاءات هتكون في نصف النهائي، الاهلي مع سبورتنج والاتحاد مع نادي سموحه. كاميرتنا كمان كانت متواجده النهارده وفي اللقاءين عامه. تعالوا نشوف هذا التقرير ونعود مره ثانيه. خسرنا فرق 10 بونت، وبعدين مباراه الولاد الصغيرين المرتبط خسروا النهارده، فده صعب الموقف. لكن احنا في الاول يعني ما حبيناش نبص على السكور يعني، حتى كان كلامنا مع اللعيبه عشان ما يبقاش في شد، والشد طبعا كان كده كده موجود، بس هنحاولنا ان احنا نقلله شويه، والحمد لله واحده 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 قدرنا نوصل للنتيجه دي يعني الحمد لله. بص، هو الحمد لله انه خلاص حققنا الهدف ان احنا نعدي الفاينل 8 ونوصل للسيمي فاينل في المرحله دي. اجمالا يمكن احنا ما بنحبش الطريقه السهله، انه خسرنا على ملعبنا مش متوقع، بس كمان توقفت الدوري تقريبا شهر ونص او شهرين اذيتنا يعني، حتى الجزيره البرفورمانس بتاعتهم مش توب، بس احنا كنا وحشين يعني، هم كمان ما كانوش في ايامهم يعني في البرفورمانس بتاعتهم الكويسه، بس احنا كنا اوحش منهم عشان كده خسرنا. النهارده خلاص يعني لما بيبقى العدو امامك والبحر خلفك ما عندكش حل بقى خلاص، وبالذات ان مرتبط خسره، فانت مطالب تكسب فوق ال10 نقط،
استفدنا الحمد لله شويه من الخبره بتاعتنا بالضغط على الديفنس. وانس ان انت اخذت الليد 11 12 نقطه هم هيتحط الضغط عليهم. اوكي لعيبتهم ممتازين وصغيرين بس الخبره بتاعتهم مش المفروض زي خبرتنا، فتوتروا بقى يشوطوا 3 بوينتس عشان كاتش ذا جيم، اجلنا نجري فاست بريك عليهم. فان شاء الله يكون ده خير اعداد للسيمي فاينل ان شاء الله، وربنا يوفقنا للفاينل لانه محتاجين نحافظ على اللقب. اولا احنا ما حطيناش نفسنا في الموقف ده بمزاجنا تقريبا، يعني احنا ده اول ماتش مهم بالنسبه لنا في الموسم بعد فتره راحه، وبعد ما في لعيبه كانت من المنتخب وبعد ما راحت واصابات وكده، كان اول ماتش بالنسبه لنا تقريبا كان ماتش الجزاء اللي عندنا في ارضنا. كنا اول ماتش يعني نتحاسب عليه ونجرب، يعني مش نجرب نفسنا، اللي احنا نشوف مستوانا وكل فتره الاعداد ديت، فربنا ما وفقناش. احنا اتجمعنا مع بعضينا والكوتش طبعا يعني غير كل حاجه وغير دماغتنا، واحنا اللعيبه قعدنا مع بعض وقررنا يعني ان احنا نرجع نلبس البدله اللي هي بدله البطل بتاعت الموسم اللي فات، والحمد لله عملنا فرق اذا كان ديفنس او اوفنس، كان فرق اكتر من الماتش اللي فات، والحمد لله كسبنا يعني فريق كبير.